امرأة قيل لها إنها يجب أن تجهض الجنين الذي في بطنها لأن الذي في بطنها يؤذيها وربما ماتت بسببه أو لا تلد أبدا، فهل يجوز لها هذا الإجهاض؟ لا، ما يجوز لها الإجهاض إلا بفتوى من أهل العلم مبنية على تقرير طبي موثوق، هذا الذي عليه العمل الآن. يقرر جماعة من الأطباء أن هذا الحمل لو بقي على الأم خطر في حياتها منه، حينئذ المسؤولون عن الفتوى يفتون بجوازه، ما هو كل واحد يفتي وتسقط النساء أو امرأة على هواه تسقط اللي ما تبي وتخلي اللي ما يجوز هذا. الحمل له حق. نعم.